من 11 سنة وأنا كنت بتكلم يعني كيف يمكن أنه هذه الجماعة تتغلغل داخل النظام، الجماعة التي هي محظورة قانونيا يصبح لها 88 نائب في البرلمان، كيف يمكن، وأرجع لسؤال نشأت برضو، كيف يمكن أن احنا نستفيد من هذه التجربة يا أستاذ عبد القادر؟ شوف، نرجع لتاريخنا مع الإخوان وتاريخ الإخوان، 9 عقود. المشكلة اللي كنا والخطأ اللي كنا بنرتكبه في كل مرة إن إحنا بعد ما نكتشف خطر الإخوان ونحل جماعتهم ونصادر الأموال اللي ممكن أن نصادرها، المعروفة التي ممكن أن نصادرها، نعود فيما بعد ونستهين بخطره ونتصور أننا قضينا عليهم أو أنهم أخذوا الدرس وسوف يتعظون من هذا الدرس وسيعودون مواطنين أسوياء. صحيح. الأستاذ حلمي قال حاجة محددة، أن هذا التنظيم منذ نشأته الأولى، منذ أن أسسه حسن البنا، وهو تنظيم غير وطني. صحيح. ولازم ندرك كمصريين هذه الحقيقة، كمصريين شعبا وحكومة كدولة لازم ندرك هذه الحقيقة. إن ده اللي حصل، احنا لما اكتشفنا خطر هذا التنظيم ومارس العنف على نطاق واسع في الأربعينات حلينا التنظيم، تم حل التنظيم. عاد التنظيم مع بداية الخمسينات وسمح بالتعامل معاه وإعادة الاعتبار ليه واستثني من حل الأحزاب والجمعيات بوصفه جمعية ودينية وليس لها علاقة بالنشاط السياسي في بعد 52. عندما قررنا حل التنظيم مرة أخرى في الخمسينات وصفينا التنظيم وعدنا مرة أخرى للاستهانة به وإعادة إدماجه مرة أخرى في العمل السياسي بعد حتى محاولة اغتيال جمال عبد الناصر للأسف الشديد، وعاد التنظيم أقوى مرة أخرى، واللي أفرج أعطى قرار للإفراج عن قادة الإخوان وكوادرهم في السجون بدأ بتنفيذ هذا القرار كان جمال عبد الناصر شخصيا. ثم صدم جمال عبد الناصر وهو اللي مخرج سيد قطب من 64 ثم فوق صدم عبد الناصر بالمؤامرة اللي عملها سيد قطب. سيد قطب أحيا التنظيم الخاص السري مرة أخرى وشكل تنظيما مسلحا وصل الامر به للتفكير في تفجير القناه الخيريه. صحيح. ليه؟ اللي كان يترتب عليها اغراق الدلتا كلها، وهو شاف ان ده شيء مهم لاسقاط نظام عبد الناصر وللتخلص من جمال عبد الناصر. يعني كان هيرتكب كارثه وطنيه حقيقيه، اي وطني ممكن ان يفعل ذلك. ده اي انسان يا أو أي إنسان، لكن ده ردا على من بيعتبروا الإخوان جماعة الإخوان فصيل وطني. واللي حصل إن بعد كده تم إلقاء القبض عليهم وتصفية التنظيم واعتبروا جماعة محظورة، وجه الرئيس السادات وارتكب خطيئته الكبرى التي لا يعلوها خطيئة بالمرة، وهي الإفراج عن قادة الإخوان والسماح لهم طبعاً بالعمل العمل وكانت بقى دي الخطورة الشديدة، لأن عمر التلمساني جه ينفذ خطة تمكين الإخوان من المجتمع، السيطرة على المجتمع بليون مش الوصول إلى الحكم الأول، وده أخطر التمكين، وده أخطر، ده أخطر. شفنا اختراق النقابات المهنية، شفنا شفنا تنظيمات منظمات المجتمع المدني الجمعيات الأهلية التي أنشأوها، شفنا اختراق حتى مؤسسات الأمن في البلد، الشرطة والجيش
كان احنا شفنا عدد من المنتمين لجماعة الإخوان اخترقوا المؤسسات الأمنية. طيب. فده تهاوننا معاهم وقللنا من شأنهم وتصورنا ان احنا نقدر على التخلص من هذه من شرورهم، فسكتنا على هذا الاختراق. لذلك اخترقوا بقى البرلمان. احنا في البداية سمحنا ليهم التحالف مع احزاب شرعية، مع حزب الوفد والعمل، ثم حزب العمل والعمل، اختاركوا كل حزب ثم حزب العمل ثم نزلوا مستقلين بعد كده. انا فاكر في 88 فاكر في مؤتمر الانتخابي المرحوم ابراهيم شكري كان بيقول نحن اشتراكيون متدينون اسلاميون او اسلاميون حاجه زي انا متذكر. وده بيسجل بدايه تكثيف الاتصالات بينهم وبين الامريكان. ان السفير الامريكي الدعوه الوحيده التي لبتها له كان دعوه على الغداء السفير الامريكي في هذا الوقت، والمناقشه الاساسيه كان فيها عدد من الزملاء الصحفيين والاعلاميين والباحثين. المناقشه الاساسيه كيف نتعامل مع الاخوان. انا قلت له بوضوح، انا سكت ما رضيتش اجاوب، فهو اصر قال لي ليه انت ساكت؟ فقلت له عشان انا متصور انتوا اللي تجاوبوا على هذا السؤال مش احنا اللي نجاوب عليه. احنا انتوا عندكم خبرات في التعامل مع الاخوان، خبرات قديمه متراكمه وتعرفوهم احسن مننا كمان، وبتتعاملوا معاهم وبتتعاونوا معاهم وبتدعموهم وبتساندوهم، فالطبيعي ان انتوا اللي تقولوا لنا. كان مندوب الامن ممثل السي اي اي في السفاره، قاعد في السفاره ذهل من السفير. رد عليك كلام؟ رد. قالك ايه؟ قال لا احنا عايزين نسترشد بارائكم، واحنا بنتعامل مع النواب فقط وبنلتقي بيهم. لكن وصل الامر للي قاله الاستاذ اسامه من شويه، يفرضوا على رئيس الدوله الا يشارك في احتفال بترعى مصر، يحضره رئيس امريكا اوباما. شوف حضرتك اخطر حاجه. طب اكمل يا استاذ وبعدين استطرد كما تشاء. اصل الحته ديت عايزك اسف. فالمساله ان احنا تهاوننا واستهنا بالتعامل مع الاخوان، فلذلك كان الطبيعي والمنطقي ان احنا نبقى إزاء جماعة قادرة على أن تستولي تقفز إلى السلطة بعد 2011. نعم. لأن أنت كسرت كل حاجة. يعني كل حاجة كسرت في النظام القائم اللي طيب. كان قدامها. اللي عايز أقوله أن أرجو ألا نكرر هذا الخطأ مرة أخرى. نستهين بالإخوان. الإخوان جماعة تم تصفية معظم الهيكل التنظيمي بتاعها، لكن ما زال هناك خلايا نائمة لا ندري عنها شيئا في الداخل، ما زالت موجودة. وأنا هسأل سؤال في الخصوص ده. وما زال لديها أموال في الداخل موجودة أيضا لم نضع أيدينا عليها، ولديها تنظيم دولي له استثمارات هائلة في معظم أوروبا، معظم دول أوروبا وأبرزها ألمانيا تحديدا التي نشأ فيها التنظيم الدولي هامبورغ. ولديها تعاطف للأسف مع حكومات، لأنها حكومات أوروبية وأمريكية، لأنها متغلغلة في هذه الدول. ده وظيفية. لا، علاقات وظيفية.